يقول: انتشر في الحرم التصوير في الدور الأول خاصة من الجهة المقابلة لهذا الدرس، فهل من توجيه للمسؤولين والمراقبين بالحد ومواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والواجب عليكم الإنكار، أنتم تقدرون على الإنكار باللسان، فأنكروا وبلغوا رئاسة الحرمين، بلغوها تجند من يمنع هذا الفعل الخبيث من الحرم، تصادر منهم هذه الآلات وتحطم تكسر، أنها آلات خراب ودمار، تتلف عليهم حتى لا يعودوا لمثلها. هذا الواجب عليكم، أن تبلغوا الجهة المختصة والمسؤولة عن المسجد الحرام، أن تتابع هؤلاء وأن تأخذ ما معهم من هذه الآلات وتتلف أمامهم وهم ينظرون حتى يرتدعوا. نعم.